ما جالكش شعور كده انه انا خدت دوري وخدت كاس وخدت سوبر مع الاهلي، لكن بطولة افريقيا بقت صعبة بالنسبة لي؟ كانت صعبة طبعا. نعم. يعني بالنسبة لنا كلنا كانت صعبة بعد خسارة بطولتين طبعا ورا بعض. نعم. بس زي ما قلت لحضرتك كان عندنا إصرار أكبر إن إحنا لازم خلاص، يعني إحنا كانت آخر فرصة لينا، ايوه اخر فرصة. آخر فرصة للجيل اللي موجود. يعني وكان النهائي قصاد الزمالك طبعا، ده حاجة تانية طبعا، يعني حوار تاني. انت كان نفسك تلعب زمالك ولا رجاء نهائي؟ زمالك. فعلا؟ اه اشمعنى كلكم غيري؟ انا كنت عايز العب رجاء. اهلي وزمالك برضه يظل اهلي وزمالك يعني. كل ما اساله الحقيقه سالت السؤال ده قبل المباراه برضه، كان كلكم بتقولوا زمالك. اشمعنى؟ الزمالك ساعتها كان قوي جدا. كان قوي جدا كانت طبعا، فرقه تقيله وكانت يعني. فرقه تقيله نعم. يعني طعمها بقى يعني طعمها مختلف، طعمها مختلف. طعمها مختلف، اه. وهي البطوله الاصعب والبطوله الاهم في تاريخ النادي الاهلي تقريبا. والحمد لله ان ربنا كرمنا في المباراه دي. التحضير للمباراة دي شاف مصاعب، لأنه الكورونا وأزمات الكورونا وعدم وجود جمهور، وبعدين تيجي المساحات ونلاقي أليو ديانج ونلاقي وليد سليمان ونلاقي صالح جمعة، وأليو ووليد كانوا مهمين جدا في الفرقة، والناحية التانية كان أوباما وكان الونش، كان في حد تالت مش فاكر الحقيقة، عبد الله جمعة، عبد الله جمعة. كانوا موجودين ساعتها في الكورونا. الأحداث اللي قبل المباراة، كورونا، التمرين من غير نفس شويه، ظروف المساحات، وكل شويه بتتعمل لك مسحه ممكن فجاه تلاقي نفسك كنت هتلعب اساسي تلاقي نفسك بره فرقه، احكي لي الاجواء الصعبه دي شويه. يعني هي اصعب اسبوع تقريبا عدى علينا كلنا، ان احنا بنتمرن وكل يوم بيتعمل لنا مسحه، نعم. محدش عارف مين اللي هيلعب، مين اللي هيطلع ايجابي، مين اللي هيطلع سلبي. ف يعني كل واحد كان بيدعي ان هو طبعا يعني يبقى موجود في المباراه دي، صحيح. وكان نعم. الناس كلها اللعيبه اللي كانت نعم. موجوده كلها كان نفسها تلعب المباراه دي. فيوم المسحه بقى الاخيره اللي هي بتاعت يوم الماتش، فلما عرفنا طبعا ان زمايلنا طبعا كانوا طلعوا ايجابي وكده، فزعلنا كلنا طبعا، وحتى يعني اتكلمنا معاهم وقلنا لهم ان احنا ان شاء الله البطوله دي هنهديها لكم. هنهديها لكم، وان شاء الله يعني البطوله دي بتاعتنا، وكان عندنا اصرار ان احنا ناخد البطوله دي، لان زي ما قلت لحضرتك ما كانش ينفع غير ان احنا نكسب. كان شيء